رسميا بدأت محكمة العدل الدولية في لاهاي النظر في القضية اللي تقدمت بها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل بتتهمها بارتكاب إبادة جماعية في قطاع غزة. ده كان الخبر الأهم والمانشيت الأبرز في أغلب الصحف العربية والعالمية، بالإضافة طبعا إلى خبر الزيارة اللي قام بها وزير خارجية الولايات المتحدة أنتوني بلينكن لمصر لبحث آخر تطورات الأوضاع في قطاع غزة. خلينا نستعرض تناول الصحف العالمية لأهم الأخبار مع الكاتبة الصحفية أميرة سيد رئيس القسم الخارجي بجريدة إيجيبشن جازيت. صباح الخير، برحب بيكي في برنامجنا الصبح، وعايزين نمر كده على المانشيتات الخاصة بالصحف العالمية أبرزها ونعرف تحليلك عليها. أستاذة أميرة أهلا بيكي. واشنطن بوست بدأت بجولة وزير خارجية أمريكا أنتوني بلينكن الشرق أوسطية، وطبعا الزيارة اللي قام بيها لمصر ومقابلته للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. إيه أبرز اللي تناولته الصحيفة، وإزاي ألقت ضوء على هذه الزيارة لوزير الخارجية؟ بالفعل وزير الخارجيه الامريكي انهى بالامس جولته الاقليميه اللي ضمت يعني 8 دول والضفه الغربيه، وكانت اخر محطه هي القاهره، وكان في لقاء هام بالامس مع الرئيس عبد الفتاح السيسي. وخلال اللقاء الحقيقه انه الرئيس عبد الفتاح السيسي اكد على رؤيه مصر اتجاه الوقف الفوري لاطلاق النار، وجهود مصر في التواصل مع كافه الاطراف من اجل الوصول لتسويه يعني شامله وعادله للقضيه الفلسطينيه، مما يمكن الشعب الفلسطيني من الحصول على حقوقه المشروعه. كمان الحقيقه انه اللقاء بالامس تناول ضروره نفاذ المساعدات الانسانيه لقطاع غزه، واكد الرئيس السيسي على ضروره انه كمان يتطلع المجتمع الدولي بمسؤولياته تجاه تنفيذ القرارات الامميه لضمان يعني منع تدهور الاوضاع الانسانيه بشكل اكثر خطوره في قطاع غزه. والحقيقه هو الوضع اللي كمان وصفته الامم المتحده بالكارثه الانسانيه. كمان اللقاء بالامس تطرق الى جهود دفع يعني عمليه السلام وضمان عدم اتساع رقعه الصراع، وكان كمان من اهم الرسائل اللي اكد عليها الرئيس السيسي بالامس هو رفض مبدا او محاولات تهجير الفلسطينيين من اراضيهم. من الجانب الاخر، وزير الخارجيه الامريكي كمان وجه عده رسائل هامه في خلال ختام جولته الاقليميه. هو بشكل عام كان بيؤكد انه في مسار واضح نحو السلام، وان المسار ده بيعتمد على ثلاث يعني عوامل رئيسيه. في المقام الاول هو ضمان امن اسرائيل وانها لا تتعرض لهجمات مماثله. كمان اكد على ضروره عزل ايران وشركائها، وكان هناك طبعا اشاره لهجمات الحوثيين على السفن في البحر الاحمر، فكان هناك يعني توجه بان يعني التقارب بين العرب واسرائيل سيسهم في عزل ايران وشركائها التي سببت يعني ضرر للمنطقه وفقا لما ذكره وزير الخارجيه الامريكي. وكان طبعا المحور الثالث لمسار السلام الذي اقترحه وزير الخارجيه الامريكي هو اقامه الدوله الفلسطينيه، مما يسهم ايضا في ادماج اسرائيل في المنطقه. على يعني خلال الايام الماضيه كمان وزير الخارجيه الامريكي بلينكن اكد ان زيارته للمنطقه كانت هي زياره مثمره، وكان هناك اجراءات ملموسه، يعني على سبيل المثال انه يعني سلطات الاحتلال وصت على ان يكون هناك فريق تقنين يتم ارساله من الامم المتحده لتقنين الظروف في شمال القطاع لبدء عوده الفلسطينيين، واكد كمان انه في تعهدات ببعض الاصلاحات من جانب الحكومه الفلسطينيه. عايزين نروح مع حضرتك استاذه اميره بعد اذنك الى نيويورك تايمز والخبر الابرز في تفاصيل كثيره طبعا في عناوين الصحافه العالميه عن القضيه الخاصه بالاباده الجماعيه ضد اسرائيل واللي قدمت بيها أو حركت الدعوة دولة جنوب إفريقيا. في نيويورك تايمز بتطرح سؤال مهم جدا، هل ما حدث في محكمة العدل الدولية سيوقف الحرب في غزة؟ وبتحاول تجيب عن هذا السؤال، إيه اللي تضمنه هذا التقرير في نيويورك تايمز؟ في الحقيقه بالفعل يعني زي ما حضرتك اشرت انه القضيه امس اللي توجهت بها جنوب افريقيا في محكمه العدل الدوليه لاهاي هي حظيت بتغطيه اعلاميه دقيقه باعتبارها قضيه تاريخيه يمكن ان تسهم في ان تحدد مصير الصراع.
يعني العنوان اللي كما حضرتك اشرت، على الرغم من انها قضيه تاريخيه، لكن هناك برضو يعني بعض الشكوك في الشرق الاوسط ان هذه القضيه سيتم الوصول في النهايه الى قرار نهائي او حكم نهائي لانهاء الاباده الجماعيه التي تحدث في قطاع غزه، خاصه ان وزاره الصحه الفلسطينيه اعلنت ان عدد الشهداء تجاوز ال 23,000 شهيد في قطاع غزه. الحقيقه انه بجلسه امس تقدمت جنوب افريقيا باتهامات واضحه لاسرائيل بارتكاب جرائم اباده جماعيه في قطاع غزه في خلال يعني 84 صفحه، حاولت ان تؤكد ان جميع انماط الاعتداء العسكري الذي يستمر لاكثر من 3 أشهر على قطاع غزه تتوافر فيه صفات الاباده الجماعيه، وهو ما يتناقض مع اتفاقيه منع الاباده الجماعيه لعام 1948، وانه بموجب هذه الاتفاقيه يتم يعني منع اي دوله من ارتكاب مثل هذه الجرائم. حقيقة كمان انه وزير العدل في جنوب افريقيا خلال جلسه امس حاول ان يستشهد ب يعني بعض المقولات لنيلسون مانديلا الرئيس السابق للبلاد، وقال نحن جزء من انسانيه واحده، وقال كمان انه الشعب الفلسطيني معاناته لم تبدا فقط منذ في اعقاب 7 أكتوبر، ولكن هذا الشعب الفلسطيني يعاني من قمع وعنف ممنهج منذ اكثر من 76 عام. هي كمان انه من المتوقع النهارده اليوم الجمعه ان يكون في جلسه استماع ايضا لتصريحات الجانب الاسرائيلي، هتستمر الجلسه لحوالي مده يعني 3 ساعات، ولكن خلال الايام الماضيه كان في رد فعل من جانب يعني سلطات الاحتلال، يعني المتحدث باسم الحكومه الاسرائيليه اكد انه هذه الاتهامات هي مجرد تشهير للكيان الصهيوني، وانه اسرائيل بتحاول الدفاع عن نفسها ضد حماس. الحقيقه انه محكمه العدل الدوليه هي يعني قراراتها هي احكامها نهائيه، ولكن لا توجد اليه تلزم الدول بتنفيذ هذه الاحكام. من المتوقع ان وفقا لطلب جنوب افريقيا باصدار امر عاجل لوقف العمليات العسكريه في غزه، من المتوقع ان يكون في امر عاجل سيتم اصداره من المحكمه خلال الايام القليله الماضيه وخلال الايام القليله المقبله، ولكن ما يتعلق باصدار حكم نهائي بارتكاب جرائم الاباده الجماعيه اعتقد انه ستاخذ مزيد من الوقت. طيب احنا بنكمل في نفس الملف استاذه اميره، واوراق الضغط اللي ممكن ان هي تمارس على قوات الاحتلال او الممارسات الاسرائيليه التعسفيه، وفرنسا 24 تحديدا تحت عنوان شباب اسرائيليون يقولون لا للخدمه العسكريه، لا يمكنني ابدا تبرير ما تفعله اسرائيل في غزه. التفاصيل الخاصه بالخبر وازاي ممكن يكون ده نوع من الوسائل اللي بتوقف قوات الاحتلال الاسرائيلي عن ممارساتها ضد الشعب الفلسطيني وخاصه في قطاع غزه. بالفعل يعني رفض الخدمه اداء الخدمه العسكريه وفي مثل هذا التوقيت هو رساله واضحه ومحاوله للضغط على اسرائيل. هي انه كان اول قرار بالسجن لشخص رفض اداء الخدمه العسكريه كان في 26 من ديسمبر الماضي، والحدث ده طبعا كان محل اهتمام الصحف العالميه باعتبار انه يعني اداء الخدمه العسكريه عامه بالنسبه لاسرائيل هي جزء لا يتجزا من الهويه الاسرائيليه، يعني هو ليس امر يعني مجرد رفاهيه ولكن هو امر حيوي بالنسبه للجانب الاسرائيلي. فرفض اداء الخدمه العسكريه في مثل هذا التوقيت طبعا هو وسيله ضغط قويه على الجانب الاسرائيلي، على الرغم انها حالات فرديه، لكن هذه الاقليه بتحاول خلال هذه الفتره انها يعني تخرج من الظله، خاصه انه يعني اول شاب تم سجنه في اعقاب 7 أكتوبر كمان اوضح اسباب يعني رفضه لاداء الخدمه العسكريه على منصات التواصل الاجتماعي، واوضح بشكل واضح انه يرفض المشاركه في عمليات القمع، وان قناعاته انه ان الحل العسكري او التدخل العسكري لا يمكن ان يقدم حل لاي صراع سياسي، فبالتالي استهداف المدنيين ليس هو الحل لاقامه السلام او حتى الدفاع عن اسرائيل تحت يعني في اطار المبررات التي يطلقها دائما الجيش الاسرائيلي ان هذه محاوله للدفاع عن النفس. الحقيقه انه يعني بشكل عام زي ما قلنا انه النظره المجتمعيه لاداء الخدمه العسكريه في المجتمع الاسرائيلي هو امر بالغ الاهميه، يعني بيتم تجديد الذكور لمده حوالي 32 شهر والاناث لمده 24 شهر، وبيفضلوا جنود احتياط وخاضعين للتعبئه العامه. وفقا لبيانات الجيش الاسرائيلي تم استدعاء اكثر من 360,000 جندي بعد 7 أكتوبر، وده رقم كبير جدا يعني حوالي 4% من السكان،
فبالتالي رفض الخدمه العسكريه ومحاوله الخروج من الظل ومحاوله هذه الاقليه الضغط على الحكومه الاسرائيليه كانت محل اهتمام كبير جدا يعني.